احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نحقق اكتفاء ذاتي من انتاج قصب السكر. طب ايه الفرق عن اللي فات او عن اللي كنا بندرسه واحنا صغيرين في المدرسة انه ده كان موجود وحاصل بطبيعة الحال؟ نفهم بقى التفاصيل من سيادة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير دكتورة دينا، تحياتي لحضرتك وللقناة. اهلا بحضرتك. الاول بس اشرح لنا انتاج شتلات قصب السكر ايه فرقها عن الانتاج التقليدي اللي احنا عارفين ان هو بتشتهر بيه كومومب؟ هو طبعا حضرتك زي ما ذكرتي هو اتجاه الدولة لتوفير الاكتفاء الذاتي لكل السلع الاستراتيجية وكل الزراعات الاستراتيجية، توجيهات من فخامة الرئيس. ويمكن النهارده شهدنا بحضور السيد وزير الزراعه والسيد محافظ اسوان ورئيس مجلس اداره مصنع قادر احد المشروعات القوميه اللي بتنفذ على ارض مصر بل في الشرق الاوسط، وهو تطوير زراعه قصب السكر. الزراعه في الاسلوب التقليدي او الاسلوب النمطي كان بيتم زراعته بنظام العقل في الارض، كان بيقوم بيها الفلاح ان هو بيزرعها، كانت بتاخد مساحه كبيره من الارض، وكان انتاجيه الفدان انتاجيه يعني مش هنقول انها جيده، لكن تطوير الزراعه وتطوير اساليب الري وتطوير اسلوب زراعه قصب السكر انشانا هذا المشروع بالتعاون مع وزاره الزراعه واللي بيقوم بتنفيذه مصنع قادر للصناعة. طيب انا المشروع عايزه عباره عن تهيئه مناخ مناسب لزراعه شتلات قصب السكر، بمعنى ان دي حضانه بيتم نمو وتطوير الشتلات، ثم بعد كده بيتم توزيعها على المزارعين لاستزراعها في الارض لزياده الانتاجيه وتوفير مياه الري المستخدم في هذه الزراعه. كده مفهوم، عشان كده مسميينها حضراتكم محطة، إنها يعني أيوة مكان أولي أو حاضنة أولية لإنتاج الشتلات، حاضنة أولية لزراعة شتلات قصب السكر. ما كنت بحاول أفهم الفكرة، مش عارفة يعني حضرتك كده نورتني. بالظبط يعني زي ما حضرتك ذكرتي وبلغت حضرتك بيها إن إحنا هذه المحطة بتقوم بنمو الشتلات ثم بيتم توزيعها على المزارعين لزراعتها في الفدادين المخصصه لزراعه قصب السكر. طيب بعضنا سياده اللواء بيفهم اكتر بالارقام، يعني احنا انتاجنا من قصب السكر قد ايه؟ هدفنا من التحول ده في تقنيات الزراعه، والعظيم اللي حضرتك قلته ان التقنيات الحديثه للزراعه بتوفر ميه وبتزود انتاجيه، فالاثنين اللي احنا عاوزينهم جدا. حضرتك احنا هذه المحطه بتنتج، ويمكن زي حضرتك ذكرتي على هي مقامه على 26 فدان، بتنتج 15 مليون 10 مليون شتله، دي تكفي لزراعه 1500 فدان. النظام القديم ما كانش طبعا ان احنا نقدر نستطيع ان احنا نزرع ال 1500 فدان بال 10000 شتله، كان بيبقى اكتر معدل الزراعه ومعدل البذور ومعدل الزراعه كان بيقل عن ذلك بكتير جدا. طب احنا طورنا لما الزراعه استخدمت اسلوب تطوير الزراعه بنظام الشتلات، اصبح ان الفدان الضعف بيدي انتاجيه للضعف، وزي ما ذكرت لحضرتك ان ده بيرشد في مياه الري، بيقلل مياه الصرف الزراعي، بالاضافه ان احنا بنستخدم طرق حديثه لنمو الزراعات، ودي من احد الطرق الحديثه في على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم والشرق الاوسط. وبعدين حضرتك هو المشروع ده كمان يعني بالاضافه للمشروع ده هو بيحقق هدفين رئيسيين، يعني الهدف الاولاني طبعا ان هو بيحقق تنميه مستدامه في هذا المجال لزراعه القصب، بالاضافه طبعا ان هو بيوفر فرص عمل سواء كان في الفتره الحضانه او فتره الزراعه لاهالينا في الصعيد، وبالاضافه الى دعم الاقتصاد القومي في هذا المجال. بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء، لأنه مش بس في الحديث عن الزراعة وملف الزراعة واحد من أهم الملفات الخطيرة جدا، لكن من أجل ملف تنمية الصعيد بشكل عام، لأنه أي حد فينا سواء من أهل الصعيد أو من سكان الصعيد أو غيرها، بالنسبة لهم ملف تنمية الصعيد ده حاجة طال انتظارها، وفعلا خالص تقديرنا لكل الجهود المبذولة فيها. بشكرك شكرا جزيلا.